ضد التطبيع، لأن إسرائيل فاتت الحدود وبدأت تقتل الناس بدون عنوان. والإخواننا في غزة قد أظهروا أنهم رجال، ولا بد أن المغاربة أو جميع الدول العربية والإسلامية أن تلعب دورا كبيرا للحد من ما يقوم به الصهاينة في غزة. جينا اليوم لنشارك إخواتنا من مدينة وجدة المغربية الصامدة التي تحيي جميع فصائل المقاومة في فلسطين، نسأل الله تعالى أن يوفقهم ويكون معهم. جئنا لنقول كلمة واحدة، أننا معكم ونساندكم ونتضامنكم بكل ما أوتينا من قوة، وأنتم إخوتنا، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ينصر جنده المقاومين ونشد على أيديكم جميعا. نحن هنا في مدينة الرباط في هذه المسيرة الوطنية لدعم نفسيا إخوتنا بعد أن تخلى عنها جميع الأنظمة العربية أو المسلمة، ما عاد البعض منها من المجاهدين الذين نحييهم كإخواننا في اليمن، وإخواننا في شمال فلسطين، وإخواننا في غزة. ليكون معهم إن شاء الله، والله إن شاء الله تعالى ينصرهم ويوفقهم لكل خير. اليوم 24 دجنبر تجتمعوا المغاربة من كل بلاصة ومن كل مدينة ومن كل إقليم في المغرب باش يعبروا على التضامن ديالهم مع القضية الفلسطينية، اللي هي ما تعتبرش قضية دينية ولا قضية عربية فقط، وإنما قضية تهم كل إنسان. فما دمت إنسانا فالقضية الفلسطينية تهمك، يعني إلا ما كانتش القضية الفلسطينية غتحرك فيك ولا واحد شوية الإنسانية، واحد شوية المشاعر تجاه الجرائم اللي تتقام في حق الشعب الفلسطيني والشعب الغزاوي بالتحديد، يعني لا من لا على الاطفال لا على النساء لا على العجائز لا على الشيوخ، راه ما كاينش قضيه اللي يعني تتمس وتطعن في الكرامه ومعظم او كل الحقوق البشريه من غير القضيه الفلسطينيه. يعني هي قضيه قريبه تكمل القرن ديالها ومازال ما جاش الفرج، ولكن غيجي ان شاء الله. لحق الشعب الفلسطيني شعب مقاوم، والشعب العربي تساندهم وتأيدهم رغم يعني التطبيع ديال الدول العربيه مع اسرائيل، الا ان هذا ما تعنيش ان الشعب موافق على ما يحدث في فلسطين، والشعب غادي يبقى صامد وغيبقى مقاوم من اجل الحريه، من اجل الاستقلاليه، ومن اجل القضيه الفلسطينيه. احنا جينا تلبيه للنداء ديال الجبهه الوطنيه للدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، يعني لهذه المسيرة هذه جينا نصرة للشعب الفلسطيني الأبي غزة وأهل غزة، وجينا باش نقولوا كفى من القتل وكفى من الإبادة، أوقفوا هذه الإبادة وأوقفوا التطبيع. هذا هو الرسالة الكبيرة، نوقفوا التطبيع، يعني المغرب باش ما يطبعش مع الكيان الصهيوني، لأنه ما يجر علينا إلى الويلات والخراب. جينا من باريس باش نحضروا في هذه المسيرة المليونية اللي هي ضد هاد الصهاينة اللي كيقتلوا الصبيان وكيقتلوا النساء وكيقتلوا الشيوخ. بور موا تو كيتي ان انفون ويتي لي فيار ويتي لي فام، بور موا سي دي كريمينال. جابيل لو موند اونتي، جابيل لو موند اونتي دو ديبوزي بلات كونتر سي جون لا، جابيل لو موند اونتي، جابيل لو موند اونتي دو ديبوزي بلات كونتر سي جون لا، سي جون لا سي دي كريمينال، كما قالوا الاخوان ديالنا. فلسطين يا أولى القبلتين ويا ثالث الحرمين، فلسطين روح جات كثيرة يا أصالة عروبة وخيرة، حكمناهم الشرع باش يحميوا الخيام، يا عجبا ندب الشرع بحكم الإعدام، فردنا ثقة فيهم وناديناهم يصفونا، هبدونا بالشعارات ورموا القيد في يدينا، حتى لينيا بغريبي، حتى لينيا عربي، حتى لينيا مسلم، حنا تابعين اللي علينا شدوا الحصار، وهما في العلالي برزوا بحثوا العلم العالي، وحنا سقطت عملتنا وتخلفت حالتنا، وشكون المسؤول فينا؟ أويلي يا بابا كبار الأومان، أويلي يا بابا أمريكا هما أصلنا دم، أمريكا هما أصلنا دم، أمريكا هما أصلنا دم. جيت من مدينة الدار البيضاء، جينا تلبية لنداء الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة والجبهة. هادو حركات فهمتيني كتكلف بهذا الشيء ديال الدفاع على 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 فلسطين، وحضرنا حنا كمغربي وكمسلم خصنا نتضامنوا مع خوتنا المسلمين، خوتنا في فلسطين دابا تيتقتلوا فهمتيني وكيتعرضوا للتعذيب من طرف الاجرام الصهيوني، كضعف ايمان حنا كمغاربه ما عندناش كيفاش نمشيو نساندوهم تما، كنساندوهم بالكلمه ديالنا وبالحضور ديالنا في هذه المسيره هذه اللي نعلن عن دعمنا لهم ولو بهذا الحضور وبالحناجر ديالنا، لان خوتنا تما كيتقتلوا لا يمكن نبقاو حنا صامتين كشعب مغربي، وحنا كمغاربه معروفين من بكري باننا كنا
نناضل مع إخواننا في فلسطين، وعندنا حارة في فلسطين تسمى حارة المغاربة. وفي عهد صلاح الدين الأيوبي ملي فتح القدس كان واحد جزء كبير منه بفضل جنود ديالنا المغاربة، وعطاهم واحد المكان في القدس مميز لأنهم تميزوا هما بالجهاد ديالهم وبالقوة ديالهم، فهمتيني، استماتة على تلك الأراضي المقدسة التي نملكها، وهي وقف لسائر المسلمين، وقف لسائر المسلمين. هذه المنطقة بقعة مقدسة علينا أن نناضل من أجل أن نحررها من الإجرام الصهيوني، ولهذا نحضر لهذا المكان هذا نحن كمغاربة وكمسلمين عامة. وسيدنا رسول الله كيقول من لم يهتم بالمسلمين فليس منهم، ونحن مسلمون، والمسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يظلمه، وهذا أضعف الإيمان. ما يمكنش يكون أنا نعيش هاني وأخوتي ما لاقين مأوى، ما لاقين مأكل، ما لاقين مشرب، ويقتلون نساء وأطفال وشيوخ، وتهدم البيوت فوق رؤوسهم. هذه راه ماشي حرب، راه الإجرام الصهيوني تجاوز عرف القوانين حتى ديال الحروب ما بين دول متكافئة، فما بالك مع فئة مقاومة تدافع عن حقها في استقلالها وفي بلدها وفي وطنها. وهم يستعملون القنابل بدعم من أمريكا ومن أوروبا، الدول التي تتبجح بحقوق الإنسان وبحقوق الحيوانات، في حين أن حقوق المواطن المسلم وخصوصا الفلسطيني تداس كرامته وتهان. رعيب وعار هذا الشيء. احنا كأمة وكإنسانية عموما أضعف الإيمان، خصو يكون عندنا تضامن مع الإخوان ديالنا، نرفض الظلم بشتى أنواعه. وهذاك نظام تماك غاصب اعتدى على الوطن، ويظهر لنا سلوكه من هذه المجازر التي يقوم بها، يظهر لنا بأنهم ناس معتادون مجرمون اغتصبوا الأرض لا حق لهم هناك، يقتلون، ومكانهم السجون، مكانهم السجون. ونشد على أيدي المقاومة بحرارة لأنها رفعت لنا العزة، وهي كما كيقول لك بصيص الأمل للأمة كاملة، بأن سوف يأتي يوم الذي سوف تتحرر فيه تلك البقاع وتعود للمسلمين وللإسلام عزته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.